السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توفي أمس الثلاثاء مدير متوسطة الشهيدة قوادري بوجلطية بحي رمول ببلدية الأبيض مجاجة في ولاية شلفة بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية لمهامه خلال الفترة الصباحية حين كان في ساحة المدرسة ودخل في حالة غضب بسبب أحد التلاميذ حسب ما نشرته أحد الإعلاميات على صفحته الرسمية على الفيسبوك. وحسب مصادر محلية أخرى نشرت الخبر فإن المرحوم قد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الأخت أمباج لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، إلى أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق فقط من إدخاله إلى المستشفى. وقد تميز المدير الراحل بأخلاقه الحميدة وتفانيه في العمل وحرصه على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة منذ التحاقه بمتوسطة يرمولة مطلع الموسم الدراسي الجاري قادما إليها من متوسطة الهضبة ببلدية الزبوجة رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان.